السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات مايا. اليوم إن شاء الله نحضر معكم مسمن معمر في الفرن بشكل جديد بمذاق ولا أروع، بشكل راقي بحشو بسيطة ومقادير متوفرة في جميع المنازل، بعجين سحري. ندوز المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غنديرو غناخدو ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، غنوضعوها في إناء وغنضيفو عليها نصف كأس من الماء ليكون دافئ، غنخلطوهم جيدا. بالنسبة لهاد المرحلة جد مهمة باش تجيكم العجين ديالكم خفيفة ورطبة بزاف. غنخلطو الخميرة مع الماء جيدا حتى يدوبو، ونضيفو كأس ونصف ديال الماء اللي يكون دافئ. غنضيفو عليه 2 كؤوس من الدقيق الأبيض، غنحركوهم جيدا. بالنسبة لهاد العجين كنحتاج فيها 4 الكيسان ونص ديال الدقيق اللي غنبقى نضيفهم بشوية بشوية. غنضيف نصف كأس من الحليب، ملعقة كبيرة من سكر سنيدة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ونصف كأس من الزيت. نخلط المكونات جيدا. نضيف كأس آخر ديال الدقيق، نضيف الكأس الرابع، بالنسبة للكمية ديال الدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كتشرب السوائل. نحركوهم جيدا بهذا الشكل، غنبقاو نحركو تتصبح العجين ديالنا بهذا الشكل. دابا غنبداو نضيفو في نصف الكأس الأخير، غنحركوه جيدا. كما كتلاحظوا العجينة ديالنا جد رائعة. غنبقاو نضيفو تدريجيا هذاك النصف الأخير، حتى كتصبح العجينة ديالنا بهذا الشكل. غنجمعها باليد ديالي وغنرشها بالزيت وغنخليها تخمر لمدة 10 دقائق، وغنمرو باش نحضرو الحشوة ديالنا. بالنسبة للمكونات، عندنا البصلة اللي قطعناها بهذا الشكل، عندنا قرعة كورجيت اللي حكيناها، عندنا الجزر أو خيزو اللي حكيناه، عندنا صدر الديك الرومي، ربع ملعقة كركم، ملعقة صغيرة إبزار، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة بابريكا، نصف كأس زيت. غنوضع الزيت ديالنا في مقلاة، ونضيف البصلة ديالنا، نحركوها بهذا الشكل. وغنخليوها تتقلى. بعد ما تقليت البصلة ديالنا جيدا، غنضيفو عليها صدر الديك الرومي، نحركوهم جيدا. وغنبداو نضيفو التوابل ديالنا. غنضيفو ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر أو بابريكا، نضيف ملعقة صغيرة إبزار، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة كركم، نحركوهم جيدا.
وغنخليهم يتقلاو على نار متوسطه. بعد ما تقلى لينا صدر الديك الرومي هو البصل ديالنا جيدا، دابا غنضيفو عليه الجزر ونحركوهم جيدا ونضيفو قرعة كورجيت. نحركو المكونات ديالنا جيدا ونخليهم يتقلاو. هاي الحشوة ديالنا من بين ما طابت كما كتلاحظوا كتكون على هذا الشكل. دابا غنضيفوا ليها البقدونس، نحركوه جيدا وغنخليو الحشوة ديالنا على جنب تبرد وغنمروا العجين ديالنا. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خمرت. غنوضعوا العجين ديالنا على سطح العمل ونحاولوا نفرغوا منها الهواء، وغنبداو نشكلو في العجين ديالنا على شكل كويرات يكونوا صغار بالاستعانة بالزيت. غنشكلوهم بهذا الشكل ونستمروا حتى نكملوا الكمية ديال العجين اللي عندنا. مشكلنا العجين ديالنا كامل، غناخدو قطعة عجين غنوضعو فيها الدقيق وغنبداو نمدوها باستعمال مدلك بهذا الشكل. نحاولوا نمدوها على شكل دائري ونبداو نرقو في الأطراف. وناخدو هاد المول غنوضعو عليه العجين. بالنسبة لهاد المول اختياري، درتو باش يجيني المسمن ديالي كله قدقد. غنبداو نجمعو في العجين ديالنا بهاد الشكل حتى كنجمعوه جيدا، ونضغطو عليه باش ياخد لينا الشكل ديال المول. وهذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا. غنستمروا بنفس الشكل تنكملوا الكمية ديال العجين اللي عندنا. من بعد ما عمرنا المسمنة ديالنا، خدينا قطعة عجين مددناها وغنقطعوها على شكل شرائط بهذا الشكل، وغنبداو نوضعوهم بهذا الشكل على المسمنة ديالنا. بالنسبة للتزيين اختياري، يمكن لكم ديرو يمكن لكم تستغناو عليه. هذا هو الشكل ديالهم. غنوضعوه في صفيحة الفرن اللي سبق لينا وضعنا تحتها ورق الزبدة. هذا هو الشكل ديال المسمنات ديالنا. غنوضعو فيه الزيتون الأخضر كما كتلاحظو كيجيو جد رائعين. غنعاود معاكم واحدة أخرى. غنقطعو الشرائط بهذا الشكل بالنسبة لهاد المسمنات كيجيو جد رائعين، كيجيو لذات بزاف. المسمنات ديالنا كيجيو جد رائعين. دابا غندهنو المسمنات ديالنا بالبيض. نحاولو ندهنوهم كلهم
بعد ما دهنا المسمنة ديالنا كاملين بالبيض، دابا غنوضعوهم في الفرن لمدة 40 دقيقة وغنتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. النهائي ديال المسمنة. مرحبا بكم في قناة حلويات مايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم بريوش معمر كيجي رائع بحشوة لذيذة لذيذة بزاف. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتابعونا في القناة باش يوصلكم جديد الوصفات. وندوز المقادير وطريقة التحضير. المقادير: العجين ديالنا كنحتاجو 6 كؤوس دقيق، نصف كأس زيت، كأس حليب، كأس ماء، ملعقة كبيرة خميرة الفورية، ملعقة ملح، ملعقة خميرة الحلويات. ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، غناخدو الخميرة الفورية غنوضعوها في إناء ونضيفو لها نصف كأس من الماء. نحركوهم جيدا حتى تذوب لنا الخميرة جيدا. نضيف النصف الآخر ديال الماء، نضيف الملح، نضيف خميرة الحلويات. نحركو جيدا حتى يصبحو بهذا الشكل. دابا نضيف نصف كاس من الزيت، نضيف الحليب، نستمر في التحريك. وغنبداو نضيفو في الدقيق بشوية بشوية. نحركو المكونات جيدا ونبقاو نضيفو في الدقيق بشوية بشوية. بالنسبة لي احتاجت 6 كؤوس من الدقيق، ولكن الدقيق كيبقى على حسب النوعية ديالو. كاين الدقيق اللي كتشرب السوائل وكاين الدقيق اللي ما كتشرب السوائل. دابا غنبدا نعجن فيها باليد ديالي. نستمروا بنفس الشكل. تصبح العجينة ديالنا بهذا الشكل. وغنوضعوا عليها شويه الزيت وغنغطيوها بكيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح ونمروا باش نحضروا الحشوة ديالنا. بالنسبة لمكونات الحشوة، كنحتاجو صدر الدجاج، كأس الزيت، ملعقة من الملح، ملعقة من بابريكا، ربع ملعقة كركم، ملعقة إبزار، 125 غرام شعرية صينية، 2 حبات بصلة. نضع الشعرية الصينية في إناء، غنوضع عليها الماء سخون وغنوضعها على جنب وغنمرو باش نحضرو الحشوة ديالنا. دابا غنوضعو نصف كأس من الزيت في مقلاة وغنضيفو عليها صدر الدجاج. غنضيفو عليها ربع ملعقة من الكركم، غنضيفو ملعقة من الإبزار، نضيف ملعقة من الملح، نضيف ملعقة من بابريكا. نحرك المكونات جيدا
وغنخليو صدر الدجاج ديالنا تيطيب جيدا. بعد ما طاب الدجاج كيكون على هذا الشكل. دابا غنضيفو البصله نحركوها جيدا ونخليوها تقلى. بعد ما تقلى الدجاج والبصله جيدا غنضيفو عليهم الشعريه الصينيه من بعد ما صفيناها من الماء ديالها وقطعناها. نحركوها جيدا ونخليوها تقلى معاهم. بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا غنوضعوها في طبسيل وغنمروا باش نشكلوا العجين ديالنا. ديال العجين ديالنا من بعد ما خمرات غنحيدوا عليها الكيس بلاستيكي ونرشوا سطح العمل بالدقيق وغنوضعوا العجين ديالنا فوق سطح العمل. نجمعوها بهذا الشكل ونشكلوها على شكل حربول. نقطعوا العجين ديالنا لقطع صغيرة وغنبداو نشكلوها على شكل كويرات. نستمروا بنفس الشكل تنكملوا الكمية اللي عندنا. بعد ما شكلنا العجين ديالنا نرشوا سطح العمل بالدقيق وناخدوا قطعة عجين نبداو نمدوا فيها باستعمال طريقة. حتى كتصبح بهذا الشكل وغنوضع فيها القليل من الحشوة. وغنجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل. حاولوا نجمعوه جيدا باش ما تخرجش لينا الحشوة. وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. نستمر بنفس الطريقة. ونحاولوا نوضعوا في العجين ديالنا الدقيق باش ما تلصقش لينا. نوضع فيها القليل من الحشوة ونجمعوها بهذا الشكل. نستمر بهذا الشكل تنكملوا الكمية ديالنا وغندهنوا صفيحة الفرن بالزيت وغنوضعوهم على هذا الشكل. بعد ما كملنا التشكيل ديال العجين ديالنا دابا غنوضعوهم في الصفيحة بهاد الشكل وغنخليوهم يخمروا لمدة 10 دقائق. هو الشكل ديال البريوش ديالنا من بعد ما خمر. دابا غناخدو البيض اللي طربناه وغنبداو ندهنو بيه العجين ديالنا. نحاولو ندهنوهم جيدا بهاد الشكل وغندخلوهم للفرن لمدة نصف ساعة على نار متوسطة.
هذا هو الشكل ديال الريوش ديالنا من بعد ما طاب. كما كتلاحظوا كيجي رائع، كيجي هائل بزاف، كيستاهل التجربه. نتمنى تجربوه، تردوا عليا في التعاليق كي جاكم. وهذا هو الشكل ديالو. نقسم معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. كما كتلاحظوا كيجي جد رائع وكيجي رطب بزاف. نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. انا متاكده اذا جربتوه غتنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا كيجي رائع. يوم ان شاء الله غنحضر معكم بريوش رائع بمقادير اقتصاديه بدون دلك ولا مجهود، وغنعطيكم ادق التفاصيل باش ينجح معكم من المره الاولى. نتمنى تدعموني بلي لايك وتشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 7 الكيسان من الدقيق، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز، 1 كأس من سكر سنيدة بعبر كأس العنبة، 1 خميرة الحلويات بوزن 8 غرام، 1 بيضة وبياض بيضة بالنسبة للصفار احتفظوا به. وكنحتاجو 1 ملعقة كبيرة خل، 1 ياغورت بنكهة الفانيلا. نحرك المكونات جيدا، ونبداو نضيفو بشوية بشوية الما ديالنا. نستمرو بهاد الشكل. حتى كتصبح العجينة ديالنا بهاد الشكل. كما كتلاحظوا تشلق الخيط. دابا غنضيفو عليها الزبدة 1.5 ملعقة، وغنحاولو ندخلو الزبدة ديالنا في العجين بهاد الطريقة. كما كتلاحظوا الطريقة جد سهلة. هنبقاو نجمعو في العجين ديالنا بهذه الطريقة، حاولوا ما ندلكوهاش. اعتذر منكم ما ديتش في الكاميرا، ما كنتش كتصور ليا. من بعد ما جمعنا العجين تاعنا قسمناه لنصفين، نصف وضعنا فيه 8 غرام من الكاكاو، والنصف الاخر خليناه هكاك. دابا غنخليهم يرتاحوا لمده 10 دقائق. بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا كتصبح على هذا الشكل. دابا غندهنوا سطح العمل بالزيت، وغنوضعوا العجينه تاعنا البيضه. غنحاولوا نحربلوها بهذا الشكل، وغنقسموا العجينه تاعنا
دابا غنحاولو نشكلو العجينة تاعنا على شكل كويرات، وغنوضعوهم جانبا وغنستمروا بنفس الشكل لتنكملوا الكمية ديال العجين اللي عندنا. بعد ما كملنا تشكيل ديال العجين ديالنا اللي باللون الابيض، دهنا مرة اخرى سطح العمل بالزيت وضعنا العجين اللي بالكاكاو، غنحربلوها بنفس الطريقة ونقسموا العجين تاعنا. وغنحاولوا نشكلوها على شكل كويرات بنفس الطريقة تنكملوا الكمية ديال العجين اللي عندنا. من بعد ما شكلنا العجين تاعنا وضعنا 8 القطع صغار وواحدة كبيرة بالنسبة للألوان بجوج، غنوضعوا طبسيل في مول اللي سبق لينا ودهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق، وغناخدو قطعة عجين نبداو نمدو فيها بهذه الطريقة، نحاولوا نمدوها بشكل طولي. وغناخدو الشوكولاتة البيضاء والسوداء، غنوضعو الشوكولا السوداء وغنبداو نلفو في العجين تاعنا، غنوضعو أشرطة بهذا الشكل. وغنلفو العجين تاعنا وغنوضعوها في مول، وغناخدو قطعة عجين بيضاء وغنمدوها بنفس الطريقة، وغنوضعو فيها الشوكولا البيضاء، غنلفو العجين تاعنا وغنوضعو أشرطة بنفس الطريقة. وغنوضعوها في المول وغنستمروا بنفس الطريقة. من بعد ما كملنا التشكيل ديال العجين ديالنا، دابا غناخدو قطعة العجين القطعة الكبيرة وغنبداو نمدو فيها بهذه الطريقة. غنبداو نمدو فيها باستعمال المدلك، حتى كتصبح بهذا الطول. غناخدو قطعة العجين البيضاء وغنبداو نمدو فيها بنفس الطريقة. غناخدو قطعة العجين السوداء وغنوضعوها فوق البيضاء، نحاولو نقدوهم من الجوانب، غنبداو نلفو في العجين ديالنا، غنوضعو أشرطة بهاد الشكل، وغنلفو العجين ديالنا مرة أخرى. حاولوا نلفوها بشوية بشوية، غنبداو نلفو في العجين ديالنا بهذه الطريقة. دابا غنحيدو الطبسيل حاولوا نحيدوها بشوية بشوية، وغنوضعوا العجين ديالنا وغنخليوها ترتاح لمدة 10 دقائق.
بعد ما خمرت لينا العجين ديالنا دابا غنمرو ندهنوها. وغنحتاجو صفار بيضه اللي خلينا في الاول، وغنضيف عليها ملعقه صغيره من الحليب. يمكن لكم تستعملوا الخل. نحركوهم جيدا ونبداو ندهنو في البيوش ديالنا. نحاولو ندهنو جيدا وغندخلوه الفرن لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة. هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا من بعد ما طاب كيما كتلاحظوا كيجي محمر بزاف، وكيجي رائع، وكيجي شيش كما كتلاحظوا كيجي رائع. نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. دابا غنمروا باش نقسموه معكم. البريوش ديالنا مازال سخون كما كتلاحظوا كيحرقني في اليديا، من الافضل تناولوه هو بارد. كما كتلاحظوا كيجي رائع، كيجي هشيش وقطني. هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا كيجي رائع. كيجي جد رائع. غنحضر لكم بسطيله باللحم والبرقوق، كتجي هائله ولذيذه بدون ورقه. ليكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، العجين تاعنا عندنا 4 كيسان دقيق بعبر كاس لنبه، ملعقه صغيره كمون، ملعقه صغيره ملح، والماء حسب الخليط. ندوزو لطريقه التحضير. في قصريه غنوضعو الدقيق تاعنا، غنضيفو الملح والكمون، وغنبداو نضيفو تدريجيا الما تاعنا. غنبقاو نضيفو الما تاعنا بهاد الطريقة حتى كتجمع لينا العجينة تاعنا. هذا هو الشكل ديال العجينة ديالنا من بعد ما جمعناها، كتكون على هاد الشكل. دابا غنوضعوها في كيس بلاستيكي وغنخليوها ترتاح لمدة 10 دقائق. هو الشكل ديال العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت كيكون على هاد الشكل. دابا غنوضعو شوية زيت وغنبداو نشكلو في العجين ديالنا على شكل كويرات. نحاولو نشكلوها بهاد الطريقة. غنستمروا بهذا الشكل حتى نكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا. من بعد ما كملنا ليهم التشكيل غنوضعهم يرتاحوا وغنحضروا الحشوه ديالنا. بالنسبه للمقادير الحشو ديالنا، كنحتاجو كيلو لحم،
وعندنا البرقوق والزبيب وملعقة صغيرة مطيشة الحك، 4 حبات بصل مقطعين مربعات صغيرة، الزيت 250 غرام من الشعرية الصينية، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة كبيرة فلفل أحمر، 1/4 ملعقة صغيرة كركم اصطناعي، ملعقة صغيرة كركم عرق، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة إبزار. بالنسبة لطريقة التحضير، غناخدو اللحم ديالنا غنوضعو في إناء غنضيفو عليه التوابل وغنبداو ندخلو التوابل ديالنا في اللحم بهذه الطريقة. نستمر بهذه الطريقة تتشرب لنا اللحم ديالنا جميع التوابل. دابا غنضيفو الزيت وغنستمرو في التخليط. دابا غنوضعو اللحم ديالنا في كوكوط وغنضيفو ليه البصلة ونخليه يتقلى على نار متوسطة. هذا هو الشكل ديال اللحم ديالنا من بعد ما تقلى، كيكون على هذا الشكل. دابا غنضيفو ليه 2 كؤوس ديال الماء وغنسدو عليه الكوكوط لمدة 20 دقيقة وغنمرو باش نحضرو الشعرية الصينية والبرقوق ديالنا. بالنسبة للشعرية الصينية غنوضعوها في الماء بارد لمدة 5 دقائق، أما بالنسبة للبرقوق غنوضعو في الماء وغنخليه يتسلق. واللحم ديالنا من بعد ما طاب كيكون على هذا الشكل كما كتلاحظوا، باقي فيه شويه مرق. غنوضعوا الشعرية الصينية باش تشربوا لينا. نحركوا الخليط جيدا بهذه الطريقه وغنمروا باش نعسلوا البرقوق تاعنا. هو البرقوق ديالنا من بعد ما تسلق، دابا غنضيفوا عليه القرفه وسكر سنيده وغنضيفوا الزبيب وغنخليوه يتعسل. اللحم ديالنا من بعد ما ضفنا عليه الشعريه الصينيه وشرب مرق، دابا غندوزو للتوريق. وكنحتاجو للتوريق الزيت والزبده والفينو معاه شويه النشا. دابا غنبداو نورقو في القطعه الكبيره، غنبداو نورقو فيها باستعمال الزيت بهذه الطريقه. نحاولوا نورقوها بهذا الشكل ونبقاو نورقوا فيها تتولي رقيقه بهذا السمك. ونمرو باش نورقو القطعة الصغيرة ونرشو القطعة الكبيرة بالزبدة والفينو وغنوضعو فوقها القطعة الصغيرة.
غنوضعو الحشو ديالنا في الوسط بهذه الطريقه. نوضعوا القطعة الصغيرة، نقرصو جيدا بهذه الطريقة. وغنوضعوها على الحشوة، نحاولوا نوصلوها الجناب بهذه الطريقة. غنرشوها بالزبدة أو الفينو وغنوضعوا عليها الحشوة. نستمروا بهذا الشكل. نضيفوا قطعة ديال العجين أخرى. ونستمروا بهذا الشكل. دابا غنوضعوا الحشوة الأخيرة بهذه الطريقة. وغنضيفوا فوقها البرقوق والزبيب اللي عسلنا. دابا غنبداو نورقو في العجين الأخيرة. وغنوضعوها على الحشوة. نوصلوها للجوانب بهذه الطريقة. وغنبداو نجمعو في الجوانب بهذه الطريقة. حاولوا نجمعوها جيدا باش ما تحلش لينا. وغنهزوها وغنوضعوها في المول. حاولوا نقرصوها جيدا بهذه الطريقة وغنوضعوها في الفرن حتى تطيب. النهائي ديال البسطيلة ديالنا كتجي رائعة ولذيذة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم هاد الوصفة، وما تنساوش تابوناو في لاشين اللي عجبتكم الوصفة ديالهم. كما كتلاحظوا الحشوة ديالها كتجي رائعة. نحضر معكم بيتزا هائلة بعجين مميز وحشوة لذيذة. أتمنى تعجبكم وصفة اليوم وفرجة ممتعة. تحضير عجينة البيتزا كنحتاجو ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة خميرة خبز، ملعقة كبيرة ملح، 6 كؤوس دقيق، ربع كأس زيت زيتون، 3 كؤوس ماء دافئ. ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير غناخدو نصف كأس ديال الماء، غنوضعو في قصرية، نضيفو عليه خميرة الخبز ونحركهم جيدا باش يذوبو لينا الحبيبات ديال خميرة الخبز. غنضيفو الدقيق وغنوضعو الملح والكمون ونضع زيت الزيتون
ونبداو نضيفو بشويه بشويه المتانه. نستمروا بنفس الشكل هذا. هو الشكل ديال العجين ديالنا. دابا غنرشوا العجين ديالنا بالزيت ونخليوها تخمر لمده نصف ساعه، ونمروا باش نحضروا الحشوه ديالنا. بالنسبة لأول مكون في الحشوة ديالنا، كنحتاجو صدر الدجاج اللي مقطعينه مربعات صغيرة، نصف كأس زيت المائدة، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، نصف ملعقة إبزار، نصف ملعقة ملح. بالطريقة التحضير غناخدو الزيت غنوضعوه في مقلاة، غنضيفو عليه صدر الدجاج، غنحركوهم جيدا وغناخدو نصف المقادير، نوضعوا القليل من الفلفل الأحمر، القليل من الملح، والقليل من الإبزار. حاولوا ندخلوا التوابل ديالنا في اللحم بهذه الطريقة. نستمروا بهذه الطريقة. صباح الدجاج ديالنا بهذا الشكل، غنزولو من على النار وغنمرو باش نحضرو الصوص ديال البيتزا. بالنسبة لمقادير الصوص، كنحتاجو نصف ملعقة كبيرة مطيشة الحب، القليل من الملح، القليل من الإبزار، القليل من الفلفل الأحمر، نصف كأس زيت، 5 حبات طماطم مطحونين، 4 حبات فلفل مطحونين. ندوزو لطريقة التحضير. بطريقة التحضير غناخدو الزيت ونوضعوه في مقلاة، غنضيفو عليه الطماطم، غنوضعو الفلفل، غنوضعو مطيش الحك، غنضيفو التوابل، غنحركوهم جيدا، وغنمروا ونشكلوا العجين تاعنا. هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا من بعد ما خمرت. كما كتلاحظوا ضعف الحجم ديالها ورطبه بزاف. دابا غنرشوا سطح العمل بالدقيق، وغنوضعو العجين تاعنا. وغنحاولو نجمعوها. وغنحربلوها بهذه الطريقة. دابا غنقسمو العجين ديالنا على 3 قطع، وغنحاولو نشكلو العجين ديالنا على شكل كويرات. بالنسبة ليا درت المقادير اللي صابو ليا 3 بيتزات.
نستمر بنفس الشكل. بعد ما شكلنا العجين تاعنا دابا غنرشو سطح العمل بالدقيق، وغنوضع عليه قطعة ديال العجين ونحاولوا نمدوها باستعمال المدلك. نحاولوا نحافظوا ليها على الشكل الدائري ديالها. دابا غنوضعو العجين تاعنا في صفيحات الفرن. دابا غنحاولو نطلعو الجوانب ديال العجين تاعنا بهذه الطريقة. وبالنسبه للحشوه ديالنا كنحتاجو الفلفل. بالنسبه ليا ما كنشحرش الفلفل حيت ما كنطيبش العجين ديالي نصف طيبه، انا كنفضل هاد الطريقه والطريقه اللي تناسبكم ديروها. وكنحتاجو لاصوص يطيبنا، كنحتاجو الزيتون الاسود، وكنحتاجو صدر الدجاج. دابا غنوضعو لاصوص ديالنا فوق العجين ونحاول نمدوها بهذه الطريقة. غنوضعو الدجاج ديالنا فوق لاصوص وغنوضعو الفلفل الأخضر. ونوضعوا الفلفل الأحمر. ونوضعوا الزيتون. وندخلوا البيتزا ديالنا للفرن لمدة 20 دقيقة. البيتزا ديالنا من بعد ما طابت كما كتلاحظوا كتجي رائعه ولذيذه بحشوه، يا سلام احسن من ديال المطاعم. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتكتبوا لي في التعليقات كي جاتكم. الله نحضر معكم سمن معمر في الفرن كيجي رائع ومقرمش وهشيش. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير العجين تاعنا كنحتاجو 3 كيسان من الفينو او السميد الناعم، و 3 كيسان من الدقيق، ملعقة كبيرة زبدة حيوانية، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر سنيدة، ربع ملعقة خميرة الحلويات. غنوضع المكونات كلها في قصرية وغنبداو نعجنو فيها بالماء ليكون دافي. بالنسبة للماء احتاجي 3 كيسان
غنبقاو نعجنو بهذه الطريقه، ونبقاو نضيفو بشويه بشويه الما تاعنا. حتى كتصبح العجينه ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا كتكون رطبه بزاف. دابا غنوضعوها ترتاح لمده 5 دقائق وغنمروا باش نحضروا الحشوه ديالنا. بالمقادير الحشوه ديالنا كنحتاجوا صدر الدجاج اللي قطعناه مربعات صغيره، 3 حبات بصله، 2 حبات فلفله خضراء، 2 حبات فلفله حمراء، كاس زيت، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره ابزار، ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره فلفل احمر. غنوضع الزيت ديالنا في مقلاه ونوضع عليها البصله ونحرك البصله ديالنا جيدا. وغنوضعو نصف التوابل، غنوضعو نصف ملعقة ملح، نصف ملعقة إبزار، نصف ملعقة فلفل أحمر، نصف ملعقة كركم. نحرك البصلة ديالنا جيدا وغنوضعوا عليها الفلفلة نحركهم جيدا ونخليهم يتقلعوا. بعد ما تشحرات الفلفلة والبصلة غنوضعوهم في إناء وغنمروا باش نقليو الدجاج تاعنا. غنوضعو نص كاس ديال الزيت في مقلاة، غنضيفو عليه سطر الدجاج وغنوضعو التوابل اللي تبقاو لينا، نصف ملعقة ملح، نصف ملعقة إبزار، نصف ملعقة فلفل أحمر، ونصف ملعقة كركم. نحركو الدجاج ديالنا جيدا وغنخليو الدجاج ديالنا يتقلى. من بعد ما تقلى لينا الدجاج ديالنا غنوضعوه في اناء وغنمروا باش نشكلوا العجين ديالنا. هاي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت، دابا غنوضعوا فيها الزيت وغنبداو نشكلوها على شكل كويرات وغندهنوها بالزيت وغنحطوها في اناء. غنستمروا بهذه الطريقه ونكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا. كما كتلاحظوا العجينة ديالنا رطبة بزاف بعد ما كملنا التشكيل ديال العجين ديالنا. دابا غناخدو قطعة عجين غنرشوها بالزيت وغنبداو نمدو فيها. نرشو العجين ديالنا بالزبدة كذلك بالفينو وغنبداو نطويو فيها على شكل مسمنة. غنستمرو بهذا الشكل. نضيفوا ليها الزبدة والفينو ونطويوها.
غنستمروا بهذا الشكل حتى نكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم، وهذه هي الحشوه ديالنا. من بعد ما طابت دابا غناخدو قطعه العجين اللي شكلنا، نحاول نمدوها على شكل مستطيل. وغنوضعوا فيها الحشوه، ونحاول نطويها بهذا الشكل. نحطوها جانبا ونستمر بنفس الطريقة. ونوضع فيها كمية ديال الحشوة، نحاول نرقوها من الأطراف باش ما تجيناش غليظة. وضعنا الحشوة في المسمنات ديالنا، قطعنا قطعة عجين على شكل أشرطة ونبداو نوضعوها على هذا الشكل. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تستغنوا عليه. وغنوضعوا خطوط الجهة المعاكسة، هذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا. كما كتلاحظوا كيجي رائع. وغنوضعوا عليه الزيتون الاحمر، بالنسبه للزيتون اختياري يمكن لكم تستغناو عليه. ندهنوا المسمن ديالنا بصفار البيض البلدي اللي وضعنا فيه ملعقه صغيره ديال الخل، ندهنهم جيدا بهذه الطريقه. نستمروا بهذا الشكل حتى نكملوا المسمنات ديالنا كلهم، وغندخلوهم الفرن لمده 20 دقيقه، ونرجعوا معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن. كما كتلاحظوا كيجي مقرمش وهشيش.